السلام عليكم، انا ادهم من تيك فويس، وهذه الحلقه 52 من سريبات تيك فويس، وهو البرنامج الاسبوعي اللي نتكلم فيه عن الاخبار او عن الاجهزه والانظمه والشغلات اللي ما بعد اعلنت عنها الشركات. بالبدايه وقبل لا اتكلم عن الاخبار، احب اذكركم في قناتنا بتليجرام، سجلوا فيها على اساس تعرفون كل جديد من فيديوهات واخبار وشغلات غيرها. كذلك في مسابقه الميت اس اللي اعلنا عنها بفيديو مراجعه الميت اس السابق، فشاركوا بالمسابقه، ما زالت ما انتهت، راح نختار رابح، وفي مسابقات جاية على أساس كذا نرجع نقول سجلوا أو اشتركوا في قناة في تيليجرام على أساس تعرفون كل شيء جديد. نبدأ الخبر الأول، هو عن هواوي الصينية. يبدو لي بأنه هذه الشركة تفكر أنها تطلق هاتف رائد قبل نهاية هذا العام، وهذا الهاتف الرائد راح يكون اسمه الميت 8. بس لحظة، الميت اس تو نزل، توني مسوي له ريفيو يعني، فطب كيف جوالي ميت هواوي تستهبلون؟ طيب نقول مواصفات الجهاز. الجهاز راح يكون في شاشة 6 انش، وهذه الشغلة أكدناها من خلال موقع تيك فويس بشكل حصري من خلال أحد مدراء هواوي بشكل سابق، بالإضافة لذلك أنه الدقة راح تكون كواد اتش دي. راح يكون في أكثر من نسخة، يبدو لي بأنه راح يبدأ من 32 جيجا بايت للذاكرة الداخلية، وكعادة هواوي بالنسبة للرام راح يكون في أكثر من نسخة، يعني نتكلم عن 3 أو 4 جيجا بايت رام. أكيد أنه النسخة الأقل راح تكون 3 جيجا بايت من ناحية السعة، ولما تأخذ 64 أو يمكن 122 راح تنتقل 4 جيجا، يعني راح يكون في نسختين. المعالج راح يكون كيرين 950، وأنا أضمن لكم أن المعالج ما راح يكون فيه أي مشكلة، لكن أتمنى أنهم يهتمون شوي بالواجهة ويحدثون التصميم. من ناحية البطارية ما تسرب كم ساعتها، ولكن أتمنى بشكل شخصي أنهم ما يقللون البطارية، بل ولا حتى نبغى نفسها، نبغى أكثر، بما أنهم راح يرفعون شاشة كواد اتش دي معناته ممكن تزيد استهلاك البطارية، زيدونا البطارية يا هواوي. ولا بد أذكر أنه كان في تسريبات سابقة تقول بأنه ممكن يجي في تقنيات جديدة ما شفناها في أكثر الهواتف الثانية، يعني قاعدين نتكلم عن مثلا مستشعر ياخذ بصمة العين، فبالتالي تقدر تفتح الجهاز عن طريق بصمة عينك، لكن هذا التسريب الجديد ما ذكروا فيه هذه التقنية، فما زلت نوعا ما متأمل أنه ممكن نشوف شغلة جديدة في الميت 8. أتمنى هذا الشيء بصراحة. بالنسبة للكاميرا الخلفية راح تكون 20 ميجا بكسل، والأمامية 8 ميجا بكسل، والسعر راح يبدأ من 512 دولار اللي هو 1942 ريال أو درهم تقريبا، ويصل إلى 612 دولار، وهذا يعادل 2295، يعني خلونا نقول 2300 ريال أو درهم، وهذه كأسعار مرة ممتازة. بس لاحظوا بأنه هذا السعر ما إحنا ما نعرف لأي سوق، فبالتالي ممكن يختلف من سوق إلى آخر، بس نتمنى أنه يكون السعر معقول بصراحة. بالنسبة للخبر الثاني هو عن مايكروسوفت، يعني الآن مايكروسوفت أطلقت ويندوز 10 لللابتوبز والتابلتس وبعدين للسمارت فونز، وأطلقت هاتفين اللي هم 950 XL. هذه أخبار رسمية مو تسريبات، بس الشغلة اللي صايرة أنه ما أمدها تطلق وما أمدها هي تفرح وإحنا نفرح، وحتى الأجهزة ما بعد نزلت في السوق، لأنه حصل شوية تغييرات. يعني في عندك مشروع ويندوز بريدج اللي كان يشغل لك الأبليكيشنز تبع أندرويد على ويندوز، يبدو أن التحديث الأخيرة والنسخة الأخيرة من ويندوز 10 شالوا دعم الويندوز بريدج بدون ما تصرح مايكروسوفت بأي شيء رسمي. المطورين في XDA سووا لنا حفلة وإزعاج، أكيد زعلانين، فلانه المستخدمين نفسهم ما يقدرون يركبون الابلكيشنز بكل سهوله مثل السابق. طيب ليش مايكروسوفت سوت هذا الشيء؟ الاداء. فعلا انه لما تركب تطبيقات اندرويد على ويندوز ممكن ما يكون اداءها عالي، والنظام راح ياثر على اداءه طبعا، وممكن نشوف شوي لاج وشغلات زي كذا. ننتقل بعدها الى سامسونج، واللي ممكن تخسر اهم عميل لديها بعد مشكله الاي 9. اهم عميل اكيد انه هو ابل، وفي تقارير جديده تقول بانه ابل تفكر انها تعتمد على تي اس ام سي في المعالج الاي 10 القادم بشكل كامل، وتستبعد سامسونج نهائيا. هذا الخبر مو غريب، لانه في الاي 8 السنه الماضيه اعتمدت على هذه الشركه بشكل كامل وما اعطت سامسونج نسبه وقتها، فبالتالي مو شيء غريب لو اعتمدت عليها مره ثانيه في الاي 10. لكن هذه المره يقال بانه مشكله الاي 9 هو السبب وراء هذا الشيء، ولو انهم يحتاجون كميه اكبر معالجات مع الاي 10 ومع الايفون 7، الا انه ابل ما عندهم مشكله كما يبدو. من ناحية سامسونج نفسها، غير خسارتها لها عميل، الجهاز الأهم لها اللي راح تطلقه في بداية 2016 هو الجالكسي S7، وبحسب أخبار سابقة ذكرناها هي راح تقدم موعدها. الآن طلع موعد أدق شوي للهاتف، يبدو لي بأنه راح يقدمونه الشهر كامل، يعني راح نشوفه في بداية 2016 تحديدا في بداية الشهر الأول من 2016. هذه التسريبات اللي توفرت لهذا الأسبوع في عالم التقنية، أشوفكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل. أنا أدهم، ولا تنسون لايك وسبسكرايب للقناة إذا كنت تبغى تشوف مزيد من الحلقات وفيديوهات تقنية. مع السلامة.